يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات، اجعلنا يوما سعيدا وكثير البركات. نهاركم مبروك يا البنات. اليوم بديتكم روتين إن شاء الله يعجبكم. شوف درت شوية بغرير، ما كنت عارفه كفاية ندير. شوف درتو يخمر، واليوم شوف صبحت لي الدنيا، صبحت لي مقية. شوف نقيتها كامل في الليل، حطيت المقلبة هندير البغرير هكذا كما كم تشوفوا هكا. بقى لي غير معناتها القهوه دوك نغسلهم وراكم معايا في هذا الروتين. مرحبا بكم. ها شوف خليته يرتاح واحد 5 دقائق يا البنات. شوف ها هو شكرا الله يبارك. شوفوا حطيت المقله تاعي تسخن هاهي دوك نغسلها هكذا. درت هنا طراشة هكا، درت غير شويه قطن بدل الزيت هكذا نسيتو. دوك انا نطيب قدامكم البغرير. بسم الله تكلم عليك الله. مدرتهمش بزاف كبار هكا، شوف بدا يتثقب. شوف راه الشميسة هنا حطيت النعناع راهو يبس. حطيت النعناع يبس هنا. نخلف نغسل المان هادو تاع شوف غسلت المان كيف هادو نفرزهم ونغسل غير هاد الحاجة تاع القهوة. أنا في الليل نخدم شغلين، نخدم نغسل نقي كامل، أصبح الدنيا ما تصبحش مرونة هكذا كما كتشوفو يا البنات. وها شوفو يا البنات جبت نفيدكم. شوف عندي هنا هذا الليكيد، شوفوا لو ينتباع 10 لو 13 مية تجي 6 مية كل واحد شحال يبيعو تاع اليدين. شوف أنا عندي هذه القاعة ما زلت كنت شريتها من قبل. ننصحكم هكذا نفيدكم هكذا كيف دير تاوي في دارك وكامل. هذا بالريتلا ينتباع، شوف بالريتلا وثقيل وكامل. لي يبيع الإيزيس، لي يبيع لاجافي، لي يبيع هذوك الكميوات لي يجوزو عليكم في دياركم ولا حانوت، هاك نص بيهم هادو لي يبيعو بالريتلا. هادو نصائح هكذا لي بتبقاي تشري. أنا من قبل ما نكذبش عليكم كنت نشري كل وقت هذا يخلص ب10 نزيد نشري واحد آخر نزيد نشري واحد آخر. هما زبط هذا لي يبيع بالليكيد هكذا. شوفو هكذا ونعمر هادي هاهو. شوفو يجي ثقيل هكذا. وشريت له هذا اللمبوط هذا شوف صغير. عندي هذا واحد كبير هذا للمال كلش لأي حاجة ليكيد واحدة أخرى. وهذا المبوط الصغير دايرت له هذا بالليكيد هذا شوف ها ونعمرو هكذا كيما راكم تشوفو خواتاتي. هكذا نصائح كيف ديري تاويل في دارك كيف تحجي الدور على الدور. شوف هكذا شتو. وهذي القاعة شحال ملي شريتها شدتلي هكذا. ها نشوف معمرتو ها والله مستحضر هذا الباسبو هكذا. شوف ها ونديرو في الصندوق. هادو من النصائح التدابير المنزلية ان شاء الله راني نفيدكم وكل وحدة تفيد الاخرى. ها هي شوف هذه النصيحة الاولى. شوف دوكا عندنا هذا ثاني صنيبو ها ثاني. هذه قرعة كانت عندي فارغة ها هي وشريت هذا. هذا ريحتو شابة شوفو لي يجي فيولي. شوف هذا ثاني نعمره هنا. هذه من النصائح كامل منزلية كيف تقتصدي كيف تعمري كيف ديري تعمري وديري التيار في دارك هكذا. ونعمر كامل هذا هنا وهكذا نوريكم. شوف
كاون المرقرة. هذا ريحته ثاني هايلة من عمر وقرع كيما عمرت هذا الاولاني. ما شاء الله كامل هذا ويفيدوك. هذا كيف التهديد التعوي في دارك. شوف راك نغسل الماء نتاعي نستعمل هذا بريليكس هكذا نعطيكم الطاقة. وهذاك الدعاء اللي ندعيه الصباح يا إلهي يا إلهي مجيب الدعوات اجعلنا يوما سعيدا وكثير البركات. هذاك دعاء مليح البنات حفظوه كثر لكم الرزق يوسعكم إن شاء الله. هاو دعاء هكذا نغسل كامل هذو المعن هكذا. ان شاء الله يعجبكم هذا الروتين يعطيكم الطاقه الايجابيه ان شاء الله. مرحبا اول مره غير تدخل عندنا مرحبا به. هكذا نقي كامل الدنيا راكم معايا الروتين تاع اليوم ان شاء الله يعجبكم ويحفزكم. مرحبا بكم. شوفوا عمرتو حطيتو هنا في الصندابة كيما وريتلكم هي ريحة لا جافيل. ها تاع لا جافيل ثاني بريتلها ونعمرها هنا. هادو كاع تتابير منزلية هكذا. ها راكم معانا وها هو ميلو قطي معانا. هذا الشوك ثاني لازم نسقيه وتنبدل له غير البو. هاهي شوفو كيما هذا الواد القديفة اللي مربينو هذا يحب الظل لازم تبعدو على الشمس تحطوش من الشمس تحطو في الظل. هذا وهذا نوع تاع النبات اللي يحبو النبات هذا لازملوش الظل باه يكبر لك. شوف عندي اليوم عندي النوار نسقيه شوف عندي عندي اللويزة هذا عندي بردة شوف كل الصباح لازم نسقيها. عندي الحوايج كنحيهم شوف خوتاتي نكمل البغرين تاعي هاهو ما بقناش بزاف شوف راني نكمل فيه وشي تحسيله كنا نذوبها مع الزبده وما هادو شوفو كملتهم كامل. هاك نغسل هادو راكم معانا وعشو هي البنات البغرير تاعنا راني نحطو يسود الدراري ملينا واش كل يوم نديرو وفطور درت هذا البغرير وصدق يالله الحمد لله والشكر لله والنعمة تاع ربي. هاي البنات شوفو الحلوة كيف جاتنا هاهي لصقتها درتها شوفو بهذا الفيرميسال هاكا شوف هاهي عرفني جلاتين قهوة العصر. والأول مرة يدخل القناة ما ينساش لنا لايك. مرحبا بكم كاملين إن شاء الله الروتين تاع اليوم إن شاء الله يعجبكم.